اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحدوته. كل المفروض مرفوض، اكيد كلنا سمعنا الكلام ده قبل كده، وعشان كده الكلام اللي هنقوله النهارده هيعلم كل واحد فينا ازاي يكون عنده القدره انه يعرض رايه او وجهه نظره او حتى الافكار اللي لسه عايز يعرضها وينفذها. فركزوا معايا شويه بقى، لان الموضوع مش اعجاز علمي خالص. مش هقول لك بقى انك لازم تبقى دبلوماسي وانيق ولابق ومتشيك والبقين الحمضانين اللي كلنا زهقنا منهم، فهجيب لكم من الاخر النهارده هنعرف ازاي نقنع اي حد باي حاجه، ولو ان الموضوع سهل الا ان التمكن منه بيجي بالتجربه وبالخبره. خلونا ناخد مثل علشان نوضح المقصود ونبسط الموضوع. لما بنتحط في موقف وبنبقى عايزين نقنع اللي قدامنا باي حاجه، فرضا يعني ان انت بياع عايز تقنع الزبون انه يشتري المنتج اللي انت بتبيعه، المنطقي هو انك هتتكلم عن كل مميزات المنتج علشان تغري الزبون فيه لحد ما يشتري. بس صدق او لا تصدق يا صديقي، الزبون وهو جاي لك هيبقى حريص جدا في التعامل معاك، لانه عارف كويس قوي ان كل همك هو الفلوس اللي هتدخل جيبك في الاخر لما هو يشتري. وصدق او لا تصدق برضه، كل الزباين اللي في الدنيا بتبقى مقفله كده، فايه بقى اللي بيحدد اذا كان البياع ده بياع شاطر ولا بياع خايب؟ ولو ان المبدأ ينطبق على اي سلعة في الدنيا، سواء كانت السلعة دي كيس رز او حتى عقار، تعالوا ناخد مجال العربيات على سبيل المثال. البياع الخايب هو اللي هيرص كل المميزات اللي موجودة في العربية للزبون، هيقول له انه فيها 8 ايرباك، ما بتعملش حوادث، بتطير وبترفرف في الفضاء، وهتشوف من السقف اللي بيتفتح بتاعها القمر في عز النهار لو بصيت لفوق كده. الكلام ده بيبين قوي انك بتحاول تبيع، وهي دي الخيبة، لانه هيفضل مقفل. طب البياع الشاطر بقى بيعمل ايه علشان يفتح العقول المقفله دي؟ ما بيتكلمش، ما بيرصش الراسه الحمضانه اللي اي زبون في الدنيا ممكن يعرفها لو عمل سيرش على العربيه في جوجل. البياع الشاطر هو اللي بيسكت ويسيب الزبون هو اللي يسال، لان كل زبون في الدنيا بيبقى بيدور في نفس المنتج على حاجه مختلفه. اللي بيشتري عربيه مثلا ممكن يكون بيدور على راحه او على مساحه او على دلع. فلو جالك مثلا زبون وسالك انا سمعت ان الساوند سيستم في العربيه دي يهبل، الصياعه هي انك تخليه يجرب بنفسه. قول له مثلا انت ايه اكتر اغنيه بتحبها، شغلها له سماعات العربية وسيبه ينبهر، وهتلاقيه بيقنع نفسه بكل حاجة انت عايز تقنعه بيها من غير انت ما تنطق بكلمة واحدة. انا لسه ما قلتش حاجة على فكرة، ولو ان الموضوع اعمق من كده بكتير الا انه بجد في منتهى البساطة، بس هي دي الارضية اللي حطيناها للقانون التاسع من كتاب قواعد السلطة 48 للكاتب روبرت جرين: win through your actions never through argument. يعني اكسب معركك سواء كانت المعارك دي طرح رأي او وجهة نظر او حتى فكرة بافعالك مش بالجدال، لان في النهاية الافعال صوتها اعلى من الكلمات. عشان تقنع اللي قدامك بوجهة نظرك، لازم الأول تخليه مستعد إنه يسمعك، وحط تحت كلمة يسمعك دي مليون خط أحمر. يعني المهم إنه يكون بيسمعك لأنه مستمتع بالحديث، مش مجرد ساكت ومستني دوره علشان يرد عليك. لو خدت ودنه ألف مبروك، أنت كده حققت 90% من المهمة. خلوني أسألكوا سؤال: ليه ممكن اتنين يعرضوا نفس وجهة النظر على المدير بتاعهم بس المدير يقبلها لما أحمد يعرضها، مع إنه صدها لما محسن عرضها عليه قبلها بخمس دقايق؟ بمنتهى البساطة، لأن أسلوب أحمد اختلف عن أسلوب محسن. والاسلوبين دول هنفهم معاييرهم دلوقتي علشان نعرف ازاي نستخدم اسلوب احمد ونتجنب اسلوب محسن. فخلوني احكي لكم حدوته عن اسلوب محسن اللي هو الاسلوب الوحش، علشان نعرف ايه اللي احنا بنعمله ممكن يخلي اللي قدامنا يصدنا فما نعملوش. سنه 131 قبل الميلاد، القنصل بابليوس كراسوس كان بيجهز انه يقتحم مدينه برجاموس اليونانيه، فكان محتاج يبني سلاح زي اللي في الصوره ده كده بالظبط علشان يهد بوابات المدينه ويتوخل. الخشب اللي في السلاح اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده هو اللي بيهد البوابات. فالقنصل بعت وفد كبير جدا من جنوده لورشة ترميم وتصليح السفن علشان يجيبوله أكبر قطع من الخشب ده. طبعا مش محتاج أقول، المهندسين فاكرين إن مفيش حد في الدنيا دي بيفهم أكتر منهم، والمهندس اللي في الحدوتة مش استثناء. حفر قبره بنفسه أول ما حط التاتش بتاعه. قال للجنود اللي بعتهم القنصل إن كل القطع الخشبية دي ما كانت أصغر كل ما هتبقى أقوى وكل ما هتبقى أسرع. والجنود قالوا له إن القنصل عايز السلاح يتعمل بالقطع الخشبية الكبيرة. فالمهندس قاعد يقاوح ويجادل، مع إن الجنود حذروه إن أمر القنصل لازم يتنفس بحذافيره. لكن برضه المهندس المجهود جبار، قعد يتناقش مع الجنود علشان يقنعهم ان هو اللي صح. فقال للجنود انه خايف ان القطع الكبيره دي ما تقضيش الغرض، فالعتاب يقع عليه لو التجربه فشلت بما انه هو المنفذ والمسؤول. المهندس كان عنده اعتقاد ان القنصل هيشكر فيه وفي شطارته لو استغل خبرته الهندسيه علشان يصنع له السلاح الامثل. كان متخيل انه هيبهر القنصل بذكائه، وتوقع كمان انه يكبر على حس الانجاز ده. لكن في الحقيقه اللي حصل هو ان المهندس فرض وجهه نظره بشكل غير مباشر، لانه في الاخر عمل اللي في دماغه وما نفذش امر القنصل. وعلى فكره عشان تبقوا عارفين، المهندس هو اللي كان صح، الخشب كل ما كان اصغر كل ما كان احسن. بس في الاخر اللي حصل هو ان كلام القنصل ممشيش، فالمهندس وقع نفسه في شر اعماله، مع ان نيته كانت سليمه بكل معاني الكلمه. المهم الجنود سابوا المهندس يشتغل في تصنيع السلاح ورجعوا هم للقنصل،
وبعد ما عدى يومين ثلاثة المهندس قام باعت السلاح اللي صنعه بقطع الخشب الصغيرة، وفي مخيلته كان واقف مستني اللحظة اللي القنصل يندهله فيها علشان يسقف له على الاختراع العبقري ده. طبعا مش محتاج اقول، اول القنصل ما شاف السلاح معمول بقطع الخشب الصغيرة قام صرخ في الجنود في ثورة عارمة، والجنود طبعا برروا موقفهم لما قالوا للقنصل يا باشا والمصحف قلنا له على القطع الكبيرة واكدنا علينا ده الاوردر اللي انت عايزه، هو اللي شغل دماغه من نفسه قعد يقاوح ويرسم نفسه علينا ويقول لنا ان القطع الصغيرة هي اللي احسن، واحنا برضه قلنا له يسمع الكلام بس واضح انه مفيش فايده. لكن الموضوع اصبح مساله اقدميه، القنصل كان مستاء تماما ان كلمته ما مشيتش على مهندس ابن امبارح اقل منه بكتير في الرتبه، ففي منتهى الغضب القنصل قام قايل للجنود بتوعه هاتولي الكلب ده. فعلا الجنود راحوا جابوه لحد القنصل، وابن اللذينه برضه مش فاهم عملته السوداء، كان رغاي قوي، قعد يبرر موقفه ويشرح ليه القطع الصغيره احسن، وبعدين قام قايل كلمه لا تختفر، سيب الامور دي للمختصين اللي انا واحد منهم وصدقني مش هتندم. القنصل بص له وسابه يبرطم، ودون سبق اختار اما قلعوا هدومه وساب جنوده يرجموه لحد ما مات. الفكره في ايه؟ الفكره ان المهندس ما عرفش يقنع القنصل بوجهه نظره مع انه كان معاه حق في كل كلمه قالها. طب ليه ما عرفش يقنعه؟ لانه ارتكب كذا غلط. اولا سرق الضوء من اللي اقدم منه لما قعد يقول ان هو اللي صح وان هو اللي فاهم، وبكده خالف القانون الاول في الكتاب اللي ناقشناه في الحلقه الاولى، اتفرجوا عليها من اللينك اللي هنا ده. ثانيا خالف القانون الرابع من الكتاب لما فتح بقه زي الوربنت وقعد يتكلم لحد ما قال كلمه لا تختفر اتسببت في موته في الاخر، اتفرجوا عليها من اللينك اللي هنا ده. ثالثا عمل كارثه، وهي انه من غير ما يقصد شكك في ذكاء القنصل قدام جنوده فاحرجه وسطهم وعمل نفسه هو البرم اللي بيفهم. محدش بيحب يحس انه غبي، الفن هو انك تخلي الشخص اللي انت عايز تقنعه بحاجه يحس انه اذكى منك وبكتير، والموضوع ده ان شاء الله هنناقشه بالتفاصيل في القانون الواحد وعشرين لو ربنا ادانا العمر. المهم سؤال يا جماعه، المهندس كان المفروض يتصرف ازاي؟ كان المفروض يطرح وجهه نظره برضه بس مش بالطريقه دي، كان المفروض يشكر في اقتراح القنصل ويصنع له السلاح بقطع الخشب الكبيره زي ما هو ما كان عايز، وبرضه يصنع له السلاح بقطع الخشب الصغيره، وبعدين يقول للقنصل انا عملت لك اتنين اوبشن شوف انهي واحد فيهم احسن لك واختاره. ساعتها القنصل كان هيجرب الاثنين والوحده ومن غير ولا كلمه كان هيكتشف ان المهندس هو اللي عنده حق، بس من غير المهندس ما يفرض عليه حاجه، ومن غير ما يسرق الضوء منه، ومن غير ما يحرج القنصل وسط جنوده، وكمان من غير ما يناقش او يعترض او يجادل او حتى من غير ما ينطق باي كلمه. يعني في الاخر القنصل كان هيختار السلاح بتاع المهندس من غير الموضوع ما يكون فيه اي احراج. طيب خلونا نقسم النقط الهامه لثلاث نقط علشان نسهل الدنيا ونبسط الامور. واحد، سياسه ريح الزبون، من اهم التكتيكات اللي هتفتح لك سكه علشان تعرض على اللي قدامك وجهه نظرك بطريقه تخليه يتقبلها. مثلا لو انت ومديرك مختلفين على حاجه في الشغل وكل واحد فيكم ليه وجهه نظر مختلفه، ما تجادلش علشان تثبت وجهه نظرك حتى لو انت عارف انك انت اللي صح، ما تعملش فيها برم وما تحاولش تزنقه في الكلام لانك في الاخر مش هتكسب اي حاجه غير المناقشه، وفي المقابل هتخسر حاجات كتير. ليه؟ لانه هيبقى شايل منك جامد قوي بما انك زنقته مش اقنعته، الفرق كبير يا جماعه. وعلى فكره بما ان مديرك اقدم منك ممكن ياذيك عادي بسبب الاحراج ده، اوعى تفتكر انه هيفرح بيك ويسقف لك لما توريه قد ايه انت عبقري، ده هيدافع عن نفسه لانه هيحس انه بيتهاجم لما يشوف حضرتك مش مقتنع لا بخبرته ولا بذكائه ولا حتى بأدميته. الحل بسيط، لما تبقى عايز تقنع مديرك بحاجه اساله عن رأيه في وجهة نظرك بدل ما تفرضها عليه، خلي اللي يبان انك بتسأله على النصيحة بدل ما تعمل فيها بتفهم. كل ما يحس بأقدميته وأهميته قصادك هيسيبك تتكلم، وكمان هيبقى عنده استعداد انه يقولك برافو عليك، فاعمل كده. لكن خليك حريص جدا ان المناقشة ما تقلبش المناظرة او صراع بينك وبينه، لانك ساعتها هتبقى فقدت المحور الاساسي للموضوع انك تقنعه. 2، الافعال صوتها عالي بينما الكلمات تقريبا ما بتتسمعش، اكسب بافعالك مش باقوالك، زي بالظبط كده ما عنوان القانون ما بيقول. الناس ممكن تستنتج نفس الكلام بطرق مختلفة بناء على مزاجها وبناء على شخصيتها، واكيد احنا مش كل ما نقابل حد هندرس شخصيته علشان نعرف نقول ايه وازاي بالطريقه اللي تخلي الكلام يدخل عليه في الاخر. الحل في انك لما تعرض وجهه نظرك توريها للي قدامك على هيئه نموذج حي، الكلام ممكن يترد عليه بس الدليل دايما قاطع غير قابل للشك او لسوء الفهم. مثلا من حوالي 8 سنين كنت قاعد في المدرج ايام الجامعه، الدكتور اللي كان بيدرسنا الماده دي وقتها كان واحد من مستشارين الدوله في الامور الاقتصاديه، ومع ذلك كان بينتقد حاجات كتير. الدكتور ادانا ظهره علشان نكتب على السبوره، وساعتها قام واحد من الطلبه قايل ولما هم يستاهلوا النقد ده اشتغلت معاهم ليه وما انتقدتهمش ليه في الضوء؟ الدكتور قام سايب السبوره ولافف وباصص للمدرج وبعدين زعق مين اللي اتكلم. رد الفعل الوحيد كان
الدكتور اتكلم تاني وقال ايا كان مين اللي اتكلم، اظن دلوقتي انت عرفت انا ليه ما اتكلمتش في الضوء، زي انت بالظبط كده لما فتحت صدرك لما انا اديت لكم ظهري، ودلوقتي لما بصيت لكم استخبيت في الضلمه. الدكتور ما كانش محتاج يشرح وجهه نظره، كل اللي عمله هو انه خلى الطالب اللي اتكلم يحس بالسبب، ان ما حدش بيتجرأ يهاجم الكبير. بدل ما يشرح وجهه نظره عمل منها نموذج، واقنع الطالب اللي سال السؤال من غير ما يجادل معاه. مش لازم كل موضوع في الدنيا نعرض راينا او وجهه نظرنا فيه، الاحسن اننا ما نعملش كده الا اذا كان الموضوع مستاهل. محدش في الدنيا بيحب يحس انه غبي حتى في اتفه المواضيع، سواء كان الشخص ده احدث منك او في نفس رتبتك، والله حتى لو كان واحد من اقرب صحابك. يعني مثلا الاهلاوي هيكسب ايه في حياته لما يقعد يجادل مع الزملكاوي عشان يثبت له ان الاهلي احسن؟ كل اللي هيحصل في الاخر هو ان الزملكاوي هياخد الموضوع على قلبه وهيتضايق من صاحبه في الاخر على موضوع لا هيودي ولا هيجيب. انا مش بتكلم على الهزار على فكره، ما كلنا بنهزر مع اصحابنا عادي، انا بتكلم على المناقشات اللي بجد بتسخن. ايه لازمتها يعني؟ لو ملهاش لازمه يبقى بنقصها. مثل تاني، الواحد حياته هتختلف في ايه لما يكتب كومنت هدفه الجدال على بوست كاتبه واحد من معارفه او حتى من صحابه على السوشيال ميديا؟ هيستفيد ايه غير ان الموضوع في الاخر هيقلب صراع او مناظره، وكل واحد فيهم هياخد الموضوع على قلبه، ومحدش يوم في الاخر يبقى زعيم او حتى رئيس وزراء، بما ان فوطه المطبخ يعني اهم منهم هما الاثنين. صدقني لو انت كسبت المناقشه، المناقشه نفسها هتتنسي، انت نفسك هتنساها، لكن هو مش هينسى الاحراج اللي انت سببته له، وهيفضل شايله لك، وكمان مش بعيد يحاول يردها لك. الحاجات دي احنا على طول بنشوفها على فيسبوك، خصوصا لما يكون في بوست مكتوب عن موضوع من المواضيع الترندنج اللي اثارت الجدل. الناس بتزعل من بعض في المناقشات، واحد فيهم بيشتم التاني فالتاني بيقوم عامل له بلوك. على ايه في الاخر؟ على حاجه ما كانتش تستاهل كل الفرهده دي. طيب قبل ما نقفل خلوني اديكم الخلاصه في 3 نقط. 1، لما تبقى عايز تقنع حد بحاجه ما تفرضش وجهه نظرك، سيبه يتكلم الاول، واعمل نفسك مركز معاه، واعمل نفسك برضه بتسمعه بكل اهتمام، وبناء على قد ايه هو مقفل مخه اتفق معاه جزئيا لو لزم الامر، بحيث ان لما يجي دورك انت وتطرح وجهه نظرك تلاقيه بيسمعك زي انت ما سمعته. حافظ على هدوء المناقشه وما تقلبهاش مناظره او صراع، ولو بتعرض افكارك دي على حد اعلى منك في الرتبه اساله عن رايه فيها واطلب منه النقد كمان، لكن ما تقاوحش وما تعملش فيها برم، لانك مش هتوصل لحاجه، ومش بعيد من غير ما تقصد تبقى بتغلط في اللي اقدم منك، لانه هيحس انك بتشكك في ذكائه. 2، لما تبقى بتبيع حاجه خلي اللي قدامك يدوق لذه المنتج ده، بدل ما تقعد تشرح له قد ايه المنتج ده اقوى حاجه حصلت في التاريخ. يعني من الاخر خليه يجرب، السر في كلمه يجرب، وريه من غير ما تتكلم هتلاقيه بيقتنع لوحده. لو انت بتبيع اكل خلي الزبون يدوق، لو انت بتبيع لبس خلي الزبون يقيس. هو ده السبب اللي بيخلي الشركات الكبيره لما بتنزل منتج جديد غير مألوف في السوق بيعرضوه ببلاش في الاول، وكمان بيخلوا ناس ينزلوا يوزعوه على الناس في الشارع. ليه؟ علشان تجربه فيعجبك فبعد كده تنزل تشتريه. بتوع المبيعات في الشركه لا تكلموا معاك ولا حاولوا يقنعوك ولا عملوا اي حاجه، كل اللي عملوه هو انهم خلوك تجرب. 3، مش لازم كل موضوع في الدنيا يبقى لنا فيه وجهه نظر، خليك ساكت علشان لما يجي وقت يكون فيه موضوع مستاهل انك تتدخل وتطرح وجهه نظرك كلمتك تبقى مسموعه وليها حساب، فقوتها على التاثير تبقى اقوى من وضوح الشمس في عز النهار. وبكده خلصت الحلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. توتا توتا، خلصت الحدوته. محمد فارس، سلام عليكم يا جماعه.